استاذ احمد، طبعا بنرحب بيك في رغيف قلب مصر كلها. انا عايز اعرف فكره في رغيف. طبعا اي حاجه احنا بالنسبه لنا في البيت اعمل لي ده في رغيف، يعني هو الموضوع الكلمه قريبه من قلبنا كلنا. الاسم انت متعمد تختاره كده، وعايز اعرف فكره المكان كمان والمطعم اللي انت عامله ايه. بص، هو الفكره انه احنا بنتكلم عن الرغيف البلدي. الرغيف البلدي اللي هو رغيف عيش بجد، يعني ما حدش بيدوقه الا وبيعلم معاه. فانت بتتكلم، انا سافرت كتير بره، وفعلا العيش البلدي المصري ده سيجنتشر، يعني حاجه عالم. طب تعالى نعمل حاجه مصري جديده. طب هنعمل حاجه مصري جديده بالحاجات المصري اللي موجوده، يعني ما تجيش تعالى ما نعملش كريب، ولا نعمل الحاجات اللي بتجي من بره مش بتاعتنا، نعمل بيها حاجه جديده. فتعالى نعمل حاجه جديده بالحاجات المصري. طب ايه الحاجات المصري؟ الحمام سيجنتشر كمان. فايه اللي هيحصل لو حطينا الحمام جوه الرغيف البلدي؟ ميكس نجربه. جربنا، طلعت حاجه لطيفه جدا. ومن هنا بقى كمل، يعني عملنا الحمام، عملنا البط، عملنا الرومي، عملنا النعام. فكل بقى الحاجات دي في عيش بلدي حاجه بتبقى يعني مشكله. مين صاحب الفكره في المقام الاول؟ وانتوا مجموعه شباب مع بعض، عايزين برضه نتعرف اكتر عن المكان وعلى نشاته وبدايته. يعني بص، احنا مجموعه شباب مع بعض. انا قصتي البراندنج والماركتنج وكده، كل واحد فينا في حته بتاعته. فالقصه بتاعت الفكره طبعا كان في تشاور، وقعدنا اتكلمنا مع بعض وبرين ستورم وكل حاجه، بس هي يعني كانت فكرتي بالاكتر. يعني ليه 306 تحديدا؟ وانت بتبدا في مجال جديد لازم تتسند على حد يعمل لك سبورت، يعمل لك دعم. فاحنا بنبدا في الاف ام بي، احنا مش بتوع اكل، مش بتوع اف ام بي. انا مخرج، وزميلي راجل بتاع اتش ار، وشريكي التاني مش عارف فاحنا اصلا يعني بنعمل حاجه عايزين نتعلم فيها. وبالتالي ما تاخدش كل حاجه تتعلم من الـ from scratch، من البدايه. لا، خد يعني اتسند على حد فاهم. فقررنا ان احنا نتسند على 306. الناس دي هي دي شغلتهم، ان هم بيديروا فود كورت. فطبعا استفدنا كتير منهم، وبقت الحته بتاعتنا مركزين بس ان احنا نعمل الاكل بالكواليتي اللي احنا نحب ان احنا نبيعها. بس خبره الاكل وتجهيزه كمان عايز اعرف جايه منين، واستندتوا على ايه فيها، والماتيريال اللي انتوا بتستخدموها كمان، نوع اللحوم والبط بتجيبوها منين كمان. بص، احنا في كده شرط احنا حطيناه لنفسنا، انه اي اكل احنا بنقدمه ولادنا ياكلوه. وبالتالي كل الحاجات اللي بنبيعها لحوم بلدي. جايز في مطاعم كتير تستغرب اللي احنا بنقوله، وفي ناس ما بتشتغلش في ده، بس احنا فعلا كل اللحوم عندنا لحوم بلدي. بس اكتر حاجه الناس حبتها واستغربتها في نفس الوقت، بص، هو اغرب حاجتين طبعا النعام والحمام. دول اللي بالنسبه للناس كلهم، حمام في رغيف ونعام في رغيف، دول حاجه غريبه ما حصلتش قبل كده يعني. بس اسعاد يونس لما اتكلمت عنكم الموضوع اكيد بقى مختلف، فانا عايز اعرف حصلت ازاي اللقطه واللينك مع اسعاد يونس. المعد جه هنا بيشوف الافكار الجديده، سمع عن المشروع، شاف كام فكره جديده. طبعا احنا من الافكار اللي لفتت نظرهم، خدونا اتكلموا معانا، بعد كده تواصلوا معانا، صورنا الحلقه، والحمد لله. يعني اللي هي قالته في الحلقه هو الحقيقي، يعني بالعكس ورا الحلقه كمان كانت في اكل اكتر من كده. بس الخطوه اللي جايه ان شاء الله ناويين عليها. والله ان شاء الله احنا نفسنا نبقى في كل 306 في مصر، يعني 306 بيفكروا في 120 فرع او حاجه كده. فان شاء الله نبقى في كل 306 في مصر، والمكان اللي فيهوش 306 هنبقى برضه موجودين فيه، يعني السينما في مصر كلها وبره مصر كمان. بس ملك توفيق، مشكورك جدا. شكرا يا زحمه، ميرسي جدا.